انا اتيش من مصر، هذا النيل هي مباشر. طبعا هذا نادي الزمالك، هذا هنا نادي الزمالك. ما خلوني افوت، قالوا لي انت مو عضو. قلت له بس اشوف النيل، قال لي اطلع برا من هناك اصعد فوق الجسر. قلت له بس اشوف ورا الاجواء بالنيل تخبل. طبعا هذا الاجواء، هذول ماخذين نص ساعه الزورات، هذاك زورق فرعوني. طبعا رحت دا اقول لهم وياكم اروح، بس قالوا لي حاجزيها عائلة. وقاعد يطردون بالعالم هسه لانه عزل المكان، قال لي اصلا معزل. طبعا هاي العماير كلها هسه عني، السيسي دا يسوي هاي عماير. بدأوا راح احاول اقعد فترة اطول هنا، بس حلو تشرب عصير هنا على النيل.